كريم فعالياته في هذه اللحظة بالتنافس والتحدي واللقاء المميز والجميل، بينما هنا يأتي هذا السن وهذه النوعية من المحليات الأصايل تنطلق بالتنافس وتنطلق باللقاء الجميل. نقترب من بداية هذا الشوط ونسير إلى المركز الأول من خلال هذا الانطلاق. هنا هملول على المركز الأول لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، عملية تضمير لدى ثاني بن عبيد بالكديدة، من يتولى عملية التضمير هنا أبو عبيد في مقدمة الشوط. المركز الثاني سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، من يتواجد على ثاني المراكز هنا مطر بن سيف باللاحج الهاجري في تضميره. المركز الثالث نقله إلى الواعي من هجن العاصفة، يتواجد ويحتل ثالث المراكز في لقاء مشوق مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع انتقاله من قبل هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم إلى ثالث المراكز مع المضمر سعيد بن عبيد الحميري. ياتينا مشاهدينا الكرام ثالثا المركز الرابع، تقدم شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، عملية التضمير لدى سهيل بن سالم العامري اللي وصل الان الى المركز الرابع. المركز الخامس هجن العاصمة متواجدة مع الواعي ضمير حمد بن راشد بن غدير. والمركز السادس الجوكر يتواجد في المركز السادس هنا المركز السادس العاصفة واصلة، العاصفة واصلة لتقدم الواعي على المركز السادس مع المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمركز السابع كذلك العاصفة قدمت حشيم على هذا الموقع مع لوحة 1200 على خط النهاية. نرحب بالقادمين، نرحب بالفائزين في هذه الانطلاقة في هذا اللقاء، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى المراكز الأولى، نشوف الصدارة، نشوف القمة على وين، وين تبقى المين. لكن سارت الآن الصدارة مع سلهود، سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، لا زال يتقدم من خلال هذه اللحظات مع المضمر المنتشي مطر بن سيف باللاحج الهاجري. واشوف اشوف 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 هناك هملول اللي بدا يتسلل، او شاهين، الله شاهين لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد مكتوم مضمر النوط، يتواجد محمد بن مسفر بالقوبع في لقاء هذا الشوط، لكن حماسي، لكن تحدي، لكن لقاء مميز. الله يا سلهود مسيطر وشاهين يحاول، سلهود وشاهين مشاهدينا الاعزاء، السلال الصغانيه، السلال الشاهينيه تفرض نفسها وجودها كذلك مع الحضور من الاخوه المضمرين. الله روح مع يومك، روح مع يومك وعيش احلى ايامك. لكن سلهود لا زال هو الراغب في الفوز، الراغب في الانتصار. مشاهدينا الاعزاء تهانينا من هذه اللحظه، نقدر نقول ولا هناك في كلام اخر للعاصفه يا باللاحج. عموما على كل حال سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم هو المسيطر على المركز الاول، لكن حذاري من العاصفه وهبوب العاصفه التي بدات مشاهدينا الاعزاء من خلال هذه اللحظات تثير العاصفه، تثير الاتربه، لكنها تثير الناموس، تثير الناموس. انطلاقه سلهود والواعي، سلهود والواعي اللحظه الاخيره. لكن سلهود تهانينا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على فوز سلهود بالمركز الأول. الواعي في المركز الثاني لهجن العاصفة، ثالث المراكز شاهين اسمه الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد مكتوم، رابعا لهجن العاصفة يأتي حشيم، خامسا يأتي شاهين، هملول اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقة نشوف التوقيت الزمني الذي صاحب هذه الانطلاقة، صاحب هذه الأسماء المشاركة حتى اللحظة، ولكن هنا لحظات الوصول من سلهود لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، قاطع المسافة في 9 دقائق 52 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا إلى ما مضمره كذلك مطر بن سيف باللاحج الهاجري، بينما المركز الثاني وصل الواعي من هجن العاصفة 9 دقائق 52 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا الواثق حمد بن راشد بن غدير من تابع هذا اللقاء مباشرة. المركز الثالث الوصول مشاهدينا الأعزاء بالتنافس والتحدي في هذه المرحلة وفي هذا الشوط كان الحضور من خلال تواجد الاسم الثالث، وهنا يأتينا في الانطلاق هملول اسمه الشيخ مكتوم اسمه الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد مكتوم ب 9 دقائق 56 ثانية 8 أجزاء من الثانية. كان توقيت زمني، التهنئة بلا شك للمضمر محمد بن مسفر بالقوبع على ما قدم من تحدي في هذا اللقاء.